عودة لكم مستمعين الأكارم في كل مكان. إذن الحصة الخاصة عن دربي القسنطينية المرتقب بين شباب قسنطينة وجمعية الخروب في إطار الدور الثمن النهائي لنهائيات كأس الجمهورية. إذن كان الحديث عن الإجراءات التنظيمية، راح نعرفوا بعض الإجراءات التنظيمية من جانب جمعية الخروب، لكن قبل ذلك نستقبل اتصال واحد من المناصرين. ألو، مساء الخير. مساء الخير خويا. مساء النور، تفضل سيدي. خويا حبينا باك ندخلوا ونحييوكم اولا. تحيه متبادله، ونتمنى ان شاء الله هذه المقابله تدور في روح رياضيه ان شاء الله بين كما يقولوا ممثلين تاع ولايتكم هنا. وما عندنا الشك باللي المناصرين تاع شباب قسنطينه راح يقوموا بالدور تاعهم كما ينبغي. يا سيدي، انت مناصر شباب قسنطينه وجمعيه الخروب ولا في الاثنين؟ شباب قسنطينه، وعندي ولدي يلعب مع لي كول، انا مديه دروك يونطريني. قلنا لك ان شاء الله تكون مقابله في روح رياضيه ان شاء الله. ان شاء الله، وحنا ما عندناش شك باللي راح تكون روح رياضيه عاليه، خاصه كي نسمعوا رئيس فريق شباب قسنطينه كلام تاعو الله يبارك يزيد يخلي المقابله تكون في روح رياضيه عاليه ان شاء الله. ان شاء الله، هذا ما نتمناوه كل المستمعين كل الرياضيين هنا بقسنطينه. اذا الحديث يتواصل مع رئيس جمعيه الخروب السيد كيتوني عبد الكريم عن الاجراءات التنظيميه. حبينا نعرفوا مناصري جمعيه الخروب حبوا يعرفوا عدد تذاكر اللي طلبتوها وانها يعني خصصت لكم في هذا اللقاء. بالنسبه للتذاكر وعدد التذاكر، يعني البارح حسب ما وصلني قال لك احنا ما نمدوش التذاكر وشو الناس يجيو يكريو ديريكت يقتنيوها بشكل عادي، يعني بصفه عاديه. قال لك كاين مناصرين تاع الخروب كاين مناصرين تاع لو سي سي، دونك اوتوماتيكمون كما يعني في مقابله الذهاب من البطوله كيف دونك في الجهه هذه لازم نحيو، دونك ما يمدوا لنا ما والو. الانسان يروح سير بلاس سي تان سيبورتور اي دو افوار سون تيكي في لي في لي غيشي تم. هنا في هذا التنظيم هنا كاين الناس راه قاعدين نظموا كومو اي فون سو ديبلاسي، كاين الناس اللي فون سو ديبلاسي بار سي بروبر مويان، كاين برك يديروا دي بيوز، كاين هذا التنظيم يبقى للمناصرين والمناصرين. ما عندكمش دخل فيها انتم كاداره، ما عندناش حنا دخل، وشو نكونوا مطالعين الامور نتاعهم اللي راح يديرها. يعني كي نرجعوا شويه احلى باش ندخلوا على المناصرين سوا دو سي اس سوا دو لايسكا، حنا لي سيبورتور حنا يعني بصفه عامه يعني المناصر تاعنا يعني يمتاز بها، كاين عندهم يعني صفات لا بأس بها سامونك يا دي مونك، مي لو مونك هذا سي دي دو كوتي. حنا بار اكزومبل لو كوتي سوا دو سي سي سوا دو لايسكا، ماذا بينا هذه الاداره، وحنا كان طونك ادمنستراسيون اوسي اون دو كيما كولابوري ايدون فاصون يعني كيما نقول لك ديريكت في هذه المقابله. لماذا حنا كيما نقولوا لي سيبورتي دروك راهم واعيين بلي هذه راهي مقابله رياضيه، ما هي الا مقابله رياضيه، ما نخرجوش من الاطار الرياضي. هذا سيبورتر دو لايسكا اي دو سيبورتر لايسكا، هذا سيبورتر دو سياسي اي دو سيبورتر دو سياسي. وحنا كيما يقول لك الانسان واش نشرف على امور تنظيميه باش ما تخرجش من طابعها العادي. وكذلك في كما جميع اللقاءات يعني تكون فيه امور تنظيميه احترازيه لاي طارئ يعني. نعم هي هنا انا والله نعتبرها سيتي رونكونتر نورمال، يعني عاديه جدا. لماذا انا نشوف درك فور اكزومبل في ليكيب تاعنا او بوين دو بريباراسيون سيتي بريباراسيون نورمال، ما كان حتى حاجه يعني خارجه مع الاداره ثاني كيف استدير ما كانش طارئ هذا قال للانسان لا احنا نبقاو في الاطار هذا باش ما تكون حتى يعني انسان باش ما تخرجش المقابله من اطار قال نعطيوها قطن لا ما نعطيوها حتى حاجه. هذه ما هي الا مباراه في كره القدم، والمباراه هذه راح 90 دقيقه ولا 120 دقيقه وتنتهي ب ان فانكور ان فانكو لو فانكور دو يفرح لو فانكو دو ريفريشير يصفق بيان سي سي سا. حنا كي نقولوا لو ديربي سي لا سبورتيفيتي، نخلقوا منه عرس رياضي بأتم معنى الكلمة. وكما نقولها بصدق وإخلاص، مش بار اكزومبل نقولها لا ما نفقوش الخروب وكونستانتين سي ان فوبور دو كونستانتين. الخروب سي ان فوبور دو كونستانتين كما قال لك سي ابراهيم بيلت
الى دوني دي غران جوار سياسي ولا هماك كروم زفزاف ربي يرحمه ان غران طافون سنتر دي موك سيتي دو لي تي دو غروب بلوسيف لا جوي امور معروفه هو انه فيه لاعبين يتنقلوا ما سواء من مولوديه قسنطينه الشباب قسنطينه ناحيه جمعيه خروب يعودوا للمولوديه نعم فيه تبادل يعني فيه تبادل احنا ماذا بنا هذا الطابع هذا يخلق من جانب المناصرين من الناصر انا جامل لايس كان ناصر لايس بصح بطرق رياضيه وحضري نعاودوا نرجعوا الانصار جمعيه الخروب اللي متواجدين معنا اذا رشيد ونضال تكلم رئيسكم عن امور تنظيميه ما بيناتكم انتم كمناصري جمعيه الخروب نظن انكم يعني راحين تحضروا لتنقل مجموعه من انصار الخروب هنا لقسنطينه سواء يعني بامكانيتهم الخاصه او انكم يعني استاجرتوا حافلات وامر من هذا النوع تفضلوا إيه والله احنا الامور هي عاديه جدا لان احنا رايحين نلعبوا في الملعب نتاعنا ماناش رايحين نلعبوا في تونس والله صح احنا رايحين نلعبوا في الملعب نتاعنا دي سجمون نتاعنا احنا ننتمي لولايه قسنطينه هذا الملعب نتاعنا راح نتنقل كان راح واحد رايح للدار راح يقضي والله صحيح إيه كل واحد كل مجموعات راح تروح وحدها تلقاو في مكان معين عفويين باسكو ما كانش فرق بينا وبين شباب قسنطينه عفويين تنظموا وحدهم بيني بلي بوندرول بينين في بلاصه معينه لا شو نطلب فقط ان الشعب اللي راح يتفرج ما يكونش اللي لازم يكون مناصر ما يكونش متفرج لان السيبورتير ساس ديفير على ان سبيكتاتور لازم يناصر الفريق نتاعو ويحمل وانا اطلب كذلك من كل انصار جمعيه الخروب ما كانش واحد يجيب حاجه دوتر كولور ابار لوروج لي بلون سواء كاسكيتا سواء هكا باش حتى يكون تناسق ما بين انصار جمعيه الخروب زاهي الملعب يكون زاهي ويكون ضاوي خاصه انه لقاء متلفز وكل جزائريين راحين يشاهدوا هذا العرس الكروي ماهوش التلفزه في الجزائر فقط راح نشوفوه راح عبر العالم كله يشوفوه اذا انا لي نداء اخر نداء ماهوش الجماهير ولا ماهوش لا تاعنا لا تاع السياسي لي نداء الى الصحافه الرياضيه ما تضخموش الحاله ما تستعملوش المصطلحات هذيك اللي تقيس العناصر تاع الشباب ولا العناصر تاع السياسي واحد يقول لك كرازيوهم واحد يقول لك الخروب من حجره في الصباط تهويل يعني لهذا لازم نعطيوها حتى المصطلحات نعطيوها الطابع تاع عرس صحيح علاش ما نقولوش زغرت وي قسنطينيه وزغرت وي خروبيه دونك سا دون ان بتي بو سا بيس لا طونسيون صحيح انا نطلب من الصحفي سواء تاع الرياضي ولا تاع الهداف انهم المصطلحات اللي يستعملوها اللي سيد كوبرد شويه شكرا جزيلا اذا نعود ايضا لانصار شباب قسنطينه رؤوف او نور الدين تفضل نور الدين الميكروفون اذا من جانبكم انتم فيه يعني تحضير خاص بين معاقل انصار شباب قسنطينه نعرفوا انه انصار شباب قسنطينه يعني من دون كلام من دون ان نوجهوا اي نداء دائما انهم يعمروا ملعب الشهيد حملاوي هل فيه يعني تحضير على حسب ما سمعتوا انتم وسط مجموعه الالترا لهذا اللقاء والله يا الأخ هارون مقابلة النادي الرياضي القسنطينة هنا بالملعب شهيد حملوي ديما كانت عرس في الموسم الرياضي هذا والمناصرين تعودوا على السبيكتاكل هادو ديما سأفيشي ستاد كومبلي ديما مجدين رواحهم للأعراس كما هذه وش هي المقابلة هذه تاع الدربي طبع عليها صيغة الدربي تما رح يكون عرس زائد عرس تما عرس كاس شباب قسنطينه راح يلعب وزيد لها الصيغه تاع الدربي تما راح تكون ان دوبل سبيكتاكل بيد الله وبكل صراحه يعني انصار شباب قسنطينه طامعين في كاس الجمهوريه بطبيعة الحال ومن جانب انصار جمعيه الخروب فيه يعني طمع انه الجمعيه تمر الادوار متقدمه ولما لا تحصل على الكاس هذه والله الاخ الكريم واش راح نقول لك بوركو با احنا رانا فريق تحديات سبق لنا وان لعبنا يعني الادوار هذه وصلنا ديجا اون 2007 مع جي اس كا اونيتي مينيو سكور ومن بعد ونا سيرمونتي لو سكور ولينا غالبين في لا دوزيام مي طون ا بيردو ما تكاليفيناش كارت فينال وني توجور امبيسيو باش ما نكذبش عليك ماذا بينا انا نتكاليفاو والماتش بربي ان شاء الله صافا جوي في البيريماتر وبربي ان شاء الله لي 90 مينوت
تما راه نلعبوا دم الركايب كما نقولها نقول لك تما على مصطلح رياضي 100%. اذا نمروا للمدير الاستثمارات في فريق شباب قسنطينه السيد محمد بوالحبيب، الحديث يعني عن هذه المنافسه، منافسه كاس الجمهوريه، والحديث عن شباب قسنطينه اللي حقق نتائج طيبه في الاونه الاخيره في البطوله. هذه المنافسه، منافسه كاس الجمهوريه، يعني تهم شباب قسنطينه، تهمكم انتم كاداره وتهم اللاعبين، فيه يعني تحفيزات لهذه المنافسه؟ فيه تحفيزات سمعنا باللي فيه تحفيزات تاع كأس الجمهورية. شوف كأس الجمهورية اللي معروفها في العالم كامل، في أي بلد في العالم ما فيهاش لي بريم. كأس الجمهورية لا بريم تاعها كيتديها، تما تقدر توعد بريم كي تفوز بها تاخذها. هذه كأس الجمهورية. زيد بزيادة، كأس الجمهورية عمرها ما كانت هدف في أي بطولة في تاع العالم، ما كانش. كأس الجمهورية تتلعب مقابلة بمقابلة، فيها الحظ، فيها ضربات حظ، فيها ما كانش فيها فرق بين كبير وصغير، ما كانش فيها يعني حتى وين يلعب واحد من الدرجة الأولى مثلا الكا تاعنا حنا رانا محترف الأول مستوى واحد يعني. مستوى واحد حتى وين تلعب مع بين كتم مستوى ثلاث ولا اربع مستويات كاس في المباريات يعني الكاس لا تعترف بالمستويات يعني. لانه كل فريق عنده طموحات تاعو، كل فريق يجي يمد باسكو مقابله. الكاس ماشي كيما البطوله، عندك مقابله تخلص المقابله في 90 ولا 120 دقيقه لازم يخرج منها فائز، ما تقسمش على زوج. دونك تكون فيها ضربات الحظ، فيها التيراج وصور. كانوا قادرين يجبدوا الخروب في الخروب، كان افونتاج احسن من اللي يجي لقسنطينه. احنا مثلا جبدونا قسنطينه في قسنطينه، عندك حظ احسن من على يقول لك الكاس ماشي كره قدم برك، فيها الحظ، فيها عوامل، فيها عوامل بزاف. احنا شباب قسنطينه من السنة هذه ما ماهيش من الاهداف تاعنا، ما من السنوات المقبله ما تكونش هدف، لانه كما قلت لك الكاس ما فيها ما تكونش هدف، ما تكون مقابله بمقابله. احنا الهدف تاعنا سطرناه في الصائفه الماضيه السنه هذه هو البقاء في الدار والتاقلم مع الدرجه الاولى. هنا نغتنم الفرصه نذكر الانصار تاعنا والمحبين تاع النادي الرياضي القسنطيني باللي شباب قسنطينه عمره ما قعد بزاف في الدرجه الاولى، من يفو با ننساو باسكو الانسان كي ينسى يغلط، كون يبقى ينسى تبلو باللي عنده قرن في الدرجة الأولى. لا، حنا يا شباب قسنطينة في المسيرة تاع قرن ممكن قعدنا ثلاثة ولا أربع سنوات في الدرجة الأولى. دونك لا بريوريتي تاع شباب قسنطينة هو التأقلم مع الدرجة الأولى، يعني يكون الفريق يكسر الطابو هذاك، نقعدوا ستة سبعة ثمان سنوات تما نتبداو نتكلموا على أمور جدية. دونك الهدف الاول تاعنا هو البقاء، السعي اللي بربي ان شاء الله تقدر تقول رانا احنا خطوه مازال بقى، لانه في العالم تاع كره القدم ما كانش المستحيل خلاص. شفت البارح المقابله تاع ارسنال وميلان، واحد ما كان يقول باللي في الشوط الاول ارسنال تمركز ايوا. دونك ما نقولوا دونك كره القدم ما كانش فيها المستحيل. حنايا مقابله الكاس هذه نلعبوها مقابله بمقابله. حنا واش نقولوا للجمهور تاعنا؟ برك التحلي بالروح الرياضيه والتطلع للمستقبل. الحاجه كيما يقول لك مسيره 1000 ميل تبدا بخطوه. هذه باه الناس يحطوها مليح في رصانة. طبعا كل فريق راح يدافع على الالوان تاعو، سواء جمعيه الخروب شرو شباب قسنطينه كيما الفرق المتاهله للخلاف. خطرش رانا مازلنا في كاس الجمهوريه، رانا في 16 فريق، كل فريق يحاول كيفاه يشرف الالوان تاعو. وحتى وين يخرج اي فريق من 16 هذو يخرج من الدور هذا راح يخرج ديجا يخرج بلي زونور. علاه؟ باه ماشي سهله باه تقعد في 16 فريق في كاس الجمهوريه، ماشي سهل. محمد الحبيب، خلال حديثك مع اللاعبين يعني على هذه المنافسه، يتكلموا لك على هذه المنافسه، منافسه كاس الجمهوريه؟ لا، اللاعبين تاع شباب قسنطينه ما تهمهمش، مش متهمهمش. فهمتك، اللاعب كيكون مخضرم ويعرف الكره، الكاس راهي تتلعب مقابله بمقابله كذلك. ولازم كي تروح للكاس تروح كيما يقول لك الانسان هادي بالعقل. هكذا لما كان حنا الشيء اللي نتمناوه برك، قلت لك نغتنموا ثاني الفرصه هنا نقولوا للناس ثاني، سواء المشجعين تاع جمعيه الخروب ولا شباب قسنطينه، باللي عندنا ضيوف جايين ما مخروب ما تاع الخروب ما تاع قسنطينه. حبينا نعرفوا هاد الضيوف شكون هاد الضيوف اللي راحين يحضروا. كاينين ضيوف جايين، كاين شخصيات بزاف اللي كاين جاي من سمعنا كلام كثير، شخصيات جاية اللي يعني ما نقدروش نتكلموا على الاسماء في مجال الكرة. في مجال الكرة كاين رئيس الرابطة على شخصية في كرة القدم على مستوى لاخطاش لا فيديراسيون جينيرال دو فوتبول راهي تجي لي حوايج خلاف البطولة ولا يجي لي فيها الرابطة. دونك اعلى شخصية في الرابطة اللي هو رئيس الرابطة السيد
محفوظ قرباش راح يكون ضيف شرف في المقابله هذه. دونك حنايا ديجا المشجعين هادو مش رايحين غير راهين نشرفوا الولايه تاعنا, الناس يهزوا علينا نظره مليحه. المقابله ثاني راح تكون متلفزه ويشوفوا هذا القطر الجزائري كامل, ممكن حتى الناس في الخارج لازم ثاني نمدوا نظره مليحه لانه هادو مهديه ستام بلاكار بيبليسيتير, هذا هو اللي يمد شهره مليحه ولا مش مليحه. الكره في هنا في الكره هذه نغتنم الفرصه هنا, ممكن التقنيين قاعدين يسمعوا فينا سواء التقنيين تاع جمعية الخروب ولا التقنيين تاع شباب قسنطينه. حنايا المسيرين ولا المناصرين رانا حاضرين لهنا في جلسه واحده. يبقى المستطيل الاخضر ثاني لازم يكونوا اللاعبين في المستوى, يعني في يلعبوا كره قدم في اطار كره القدم, ما يتعدوش كره القدم بخمسة سنتيمتر. ليش؟ باسكو الجمهور من بعد وحنا بكل ما نكونوش في المستطيل الاخضر حنا المسيرين. والله اللاعبين كيشوفوهم تحلوا بروح رياضيه, العب خويا علي كولرتك اضرب صح بروح رياضيه, باسكو يبقى ثاني اللاعب فاللاعب والمسير اللي على لاطوش وللواحد عنده دور في تهدئه الجمهور. الله كيشوفوا المقابله قاعده تسير, راك شفت الناس البارح كارت فينال كوب ليغ دي شامبيون فيها اموال باهظه, الكومبورتمون تاع اللاعبين في التيرا يمد الانسان نظره. واحد من بليس يخرجوا الكره يهضروا مع بعضهم يبونجوا مع بعضهم يسمى صحيح. الانسان شويه نرفعوا المستوى. صحيح. اذا فيه رساله وصلتني الان من مناصر من صاحب مبادره خوا خوا بين شباب قسنطينه وجمعيه الخروب سوسو ابو الحبيب, يقال ان بيدك التاثير في المناصرين خاصه اولئك الذين يعشقون سوسو المخ, هكذا يقول. المناصر من الخروب يشجع الفريقين ويقول انه يتمنى مرور المقابلة في روح رياضية عالية. إذن هذا ما نتمناه يتمناه الكل. نعود نرجع للرئيس فريق جمعية الخروب السيد عبد الكريم كيتوني, نفس يعني السؤال ونفس التساؤل من أنصار جمعية الخروب لرئيسهم, يقولوا أنه جمعية الخروب من أهدافها الموسم, هل يعني وضعت من أهدافها الكأس أو يعني فيه طمع بين اللاعبين أنهم يمروا بعيد في هذه المنافسة منافسة كأس الجمهورية؟ أبداً عمرها ما تقدر ما كانت الاوبجيكتيف لاكوب دافري, هذه تفهمنا فيها عمرها ما كانت هدف, لكن فيه طمع منكم انكم تمروا. الانسان يطمع كما قال الاخ, هي مقابله كما اقول لك لاكوب هذه عندك تي تكاليفي تي بريبار لو بروشان ماتش, دونك اوتوماتيكمون عندك مقابله تنظم روحك. وش هي كما قلت لك الاهداف حنا تاعنا, حنا كما قلت لك بيت ما مديناهاش اهميه كثيره, ولكن الانسان راح يلعب حظوظه كامله حظوظ تاعي فاجوي توت لي شونس تاعو. ولاكوب لاكوب الحلاوه نتاعها, الحلاوه نتاعها هو الشيء هذا. سي الكاس بعد حلاوه كبيره شتي تقدر الانسان وخاصه الانسان اللاعب اللي يلعب ولا اكسبيريونس دون سو سونس اكسيتيرا, عمر تلقى الحلاوه في الكاس ساعات اكثر من مقابله تاع البطوله. لماذا؟ وانا نهضر فيها في فرق, يعني اللي الفرق اللي عندها فرق يعني في المستوى وتضمنت البقاء تاعها ويقدروا يلعبوا لوبجيكتيف كوب. هنا مالوريزمون بور نو استدير احنا رانا في مؤخرة, ما نقولوش مؤخرة مي مع لي 5 ديرنيير سيكيب مازال الخطر, يعني مازال الخطر. ولهذا احنا نمدوا الاسبقيه للبقاء على حساب الكاس, للبقاء في المحترف الاول اكثر من كون يكون لنا ان شوا احنا اون ريستو ناسيونال اون زيبي ما يهمناش. واش هي ونقول لك احنا نرجعوا للمقابله اون طون كوب, الكاس هذه راح يكون عرس, حنا نديروا ان بيتيت باسرال بور باسي عرس, الناس كل تتقل مع بعضها لي سيبورتير تاعنا لي سيبورتير دي سي اس اي لادمينستراسيون تاعنا لادمينستراسيون دي سي اس اي. هذا لو ماتش هذا تاع لو فوندردي سا سرا اون باسرال بور لو كوبر لو ماتش دو شامبيونا. مهما احنا كانت انا قلت لك احنا اون فاجوي توت نو شونس, مي مهما كانت النتيجه راه نبقاو رياضيين مهما كانت النتيجه. وانا نقولها يعني ونداء وخاصه لتولي سيبورتر دي جروب, احنا رانا دوك المرحله تاعنا مرحله حساسه, احنا ماذا بينا هذا نعتبروه سيت اون فات دو لا ويلا دو كونستانتين تعدي
بربي ان شاء الله بخير وين كما يقول لك بالك يفون دوني وراح التاريخ راح يبقى يشهد. قال ان سيرتان سي لو 9 مارس تبقى ذكرى عرس تاع ولاد قسنطينه والناس تبقى تشهد له من ناحيه التقنيه من ناحيه من ناحية الجمهور بارك الله فيك من كل جوانب تبقى تاريخ قالها واش قال وهذا هو المهم. هذا ما يتمناه كل الانصار هو عرس كبير هنا بقسنطينه عرس كل القسنطينيين سواء من جانب شباب قسنطينه او حتى من جانب جمعيه الخروب. اذا نعودوا لأنصار فقط جمعية الخروب. إذن هشام لي تقني أنه في عرس كبير هنا يوم التاسع بملعب شهيد حملاوي. تفضل. إذن هي زغاريد العرس القسنطيني إن شاء الله يوم الجمعة بملعب الشهيد حملاوي. نعودوا لأنصار جمعية الخروب في كلمات قصيرة فقط عن الروح الرياضية اللي إن شاء الله يتحلوا بها كل المناصرين. والله الأخ العزيز وش راح نقول لك فريق جمعية الخروب سبق له أن نال جائزة الروح الرياضية في القسم الوطني الأول. صحيح. ثم رانا جمهور كما يقول لك معروفين بالروح الرياضية. احنا عندنا الشعار تاعنا سي لوميور كي غاني. احنا الفريق تاعنا نساندوه 90 دقيقة ونتمنى يعني ما نكذبش عليك ماذا بينا احنا تاني نمدوا مثال في المناصرة و كما يقول لك يفو كوندون اكزومبل سيرتو كاين نقارنوا روحنا بالفرق العاصميه. الفرق العاصميه كاين تقريبا 17 ولا 20 مقابله الدور في العاصمه ماذا بينا احنا ثاني تولي عندنا في قسنطينه كيما هكا نعودوا شغل اون سي دي بلاس با شغل راني هابط للسطات تاعنا كيما ملعب حملاوي ملعب الخروب نفس الملعب نفس الفريق اللي روسوفي هو اللي هو اللي يسدي بلاص بربي ان شاء الله احنا هذا واش نقدروا نقولوا والي ليروش. ومن جانب الاخر من جانب انصار شباب قسنطينه الانصار شباب قسنطينه اللي قدموا لوحات كبيره على المدرجات وتحلوا بالروح الرياضيه طيله هذا الموسم ممكن يعني كلمه للنداء للانصار شباب قسنطينه على هذا اللقاء. والله تفضل رؤوف. بارك الله فيك. انا النداء تاعي لانصار الفريقين سمعنا انا نسمع يقول لك في عداوه انا ما كنتش نعرف هذه العداوه بين شباب قسنطينه وجمعيه الخروب. كاين بالك مناوشات صغيره تحدث دائما في الدربيات ولكن العلاقه دائما كانت اخويه بين الفريقين. نتمنى بربي ان شاء الله تفوت المباراه في روح رياضيه وشغف انصار شباب قسنطينه هو الكاس بربي ان شاء الله هذا الموسم. اذا معنا اتصال عاجل فقط في عجاله فقط كلمات من المتصل. تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مساء الخير لكم. مساء الخير. الخروب والاداره السياسيه. تفضل. احنا عندنا ملاحظه قصيره برك. تفضل اخي. احنا بربي ان شاء الله المقابله هذه ثاني يوم الجمعه المناصرين تاع الخروب راه مع العين والراس. وكذلك الملاحظه تاعنا باه نكملوا العرس هذا لازم نكملوه في الخروب. وهو كذلك الحديث عن مقابلة البطولة في الخروب والكل هنا يأكد أنه راح يكون فيه عرس كروي هناك بالخروب. تفضل. ملاحظة تاعنا هنا الإجراءات التنظيمية اللي راح نديرهم في حملاوي ماذا بينا نلقوهم في الخروب. راح يجاوبك عليها السي علي بدلة. من ناحية التذاكر من ناحية الأمن من ناحية البصل اللي نريحوا فيها نتفرجوا المقابلة. وهو كذلك سيدي شكرا لك علي بدلة في عجلة فقط الحديث عن لقاء العودة في البطولة. العودة راح يكون يعني بنفس التنظيم اللي هضر عليه الأخ سوسو بالحليب يعني بالنسبة للتذاكر راح تكون نفس الشيء يعني التذاكر راح يكونوا في ليغيشي. بالنسبه للاستقبال يعني احنا سبقنا ويعني كنا في 2006 استقبلنا يعني شباب قسنطينه احسن استقبال ودخلنا يعني احنا كاداره ولا كاداره شباب قسنطينه احنا مدينا المثال ودخلنا بالالوان يعني تاع الاحمر والابيض او الاخضر والاسود يعني مع بعضنا للتيران وكنا كما قال صوره شفناها على يعني المواقع الانترنت زاد حتى الان انا عندي صور تاع 2006 تاع لاكسيس يعني كنا عند وعدنا واستقبلنا شباب قسنطينه احسن استقبال وشو انا يعني الملاحظه اللي نمدوها المناصر بالك احنا كما قال اخ سوسو بدينا نقضيو على العنف في الملاعب والاحترافيه
شنو مازالت بالك نقطة سوداء يعني من كل مناصرين ما نقولش غير مناصرين تاعنا يعني نتنقل لكل ملاعب مازال شوية الكلام الفاحش نقولوا إن شاء الله نقصوا منه يعني نقضي على هذا المقابلات متلفزة وماذا بين العائلات تشوف المقابلات وتسمع الغناء تاع بكري تاع وكذلك سي علي بدالة. شكرا لك. نعود للرئيس فريق جمعية الخروب في عجلة فقط كلمات في الأخير فقط عن هذا اللقاء في 30 ثانية. أنا ولا يعني الخلاصة يعني خلاصك الخلاصة احنا قلنا ونزيد نعاودها باللي هذه راي مدينة واحدة وهذا شعب واحد دونك سيبورتي سيبورتي ليكيب تاعك تروح تناصر تناصر بصفة يعني منتظمة بصفة مؤدبة ويكون عرس بأتم معنى الكلمة وتكون منافسة نزيهة وهو كذلك. إذن محمد بوالحبيب في الأخير فقط كلمة عن هذا اللقاء والكلمة للأنصار. الكلمة الأنصارية شنو قلناه من أول السنة ومن السنة الماضية التحلي بالروح الرياضية والأنصار تاعنا كانوا في المستوى يعني السنة الماضية وإن كان عندنا فريق أضعف من هذا بكثير وخسرنا مقابلة مع مولودية وهران هنايا 3-1 والمناصرين صرفقوا راح وروحوا يعني من فوق هذه ما عندهمش وين يزيدوا روح رياضية كسر على هذه. السنة هذه الفريق تاعهم أقوى من السنة الماضية وش هي كرة القدم ما فيهاش نتسمى نجيو نتفرجوا المقابلة. أنا طبعا يعني لازم يفهموا باللي بالك ما كانش واحد يحتاج النتائج قدي أنايا يعني كي تعود نتيجة سلبية وانا نولي نقرأ كسر على الناس بكل رغم هذا نحكم في روحي ونروح ونحيي الناس اللي يجيو يلعبوا كلش مالغري انا ننضر كسر على الجمهور وكسر على المناصرين وكلش. دونك الانسان لازم يكون عنده خطوط حمراء ما يوصلش ليها وهي المناصرة بطريقة رياضية. محمد بالحبيب شكرا لك. في الاخير فقط نضال توقعاتك النتيجة نتيجة فقط. والله المقابلة صعبة مقابلة صعبة مقابلة صعبة والنتيجة بسرعة فقط الوقت يدهمنا النتيجة بالضربة الترجيح ضربة الترجيح الفوز لجمعية خروب نونو بطبيعة الحال أنا جد متفائل المقابلة راح تحسم في الشوط الأول بنتيجة عارضة نتيجة عارضة. إذن رشيد من جمعية الخروب والله حبيت الرد على المتصل هذاك فقط في دقيقة فقط لأن المناصر شباب قسنطينة قال لك من دخل ملعب حملاوي فهو آمن ومن دخل ملعب حملاوي فهو آمن. أنا أقول من دخل إلى مملكة عبد حمداني فلا يظلم عنده أحد. شكرا لك رشيد. النتيجة فقط نتيجة بيصير ولا يسكت تربح دوها رؤوف من شباب قسنطينة 3-1 لشباب قسنطينة وكذلك نتمنوا أنه المباراة تفوت في عرس كروي كبير يجمع ما بين شباب قسنطينة وجمعية الخروب يوم الجمعة. إلى هنا نأتي إلى ختام هذا الحصة الخاصة بمقابلة شباب قسنطينة جمعية الخروب في إطار الدورة النهائية لكأس الجمهورية. لقاءنا بكم يتجدد في مواعيد أخرى. إلى اللقاء. الإذاعة